اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ماك ذا تك. صباحو اللي عنده صباح، مساءو اللي عنده مساء، وتصبحوا على خير للنايمين. بدي احكي اليوم عن سمول بزنسز او البزنسز اللي عندهم ما هالقد فاسيلتيز انه يقدروا يعملوا بالك ايميلز. شو يعني بالك ايميلز؟ يعني مثلا اذا انت عندك 30 زبون او عندك 10 او 15 وبدك تبعت ايميلات لايك بالك ايميلز، تخيل انه انت بدك تكتب وبدك تعملهم شوي بيرسونال، يعني بدك الايميل يكون بيرسونال للشخص اللي انت عم تبعت له اياه. تخيل اذا انت بدك تجي تكتب الايميل باسم كل شخص، اذا الايميل الواحد رح ياخذ دقيقه، اذا انت عندك 30 هي 30 دقيقه كتابه، ودفنت الايميل بياخذ اكثر من دقيقه. يعني ساعتها حتقعد تكتب ايميلات، تقضي كل نهارك عم تكتب ايميلات لدير فلان ودير فلان، and personalize every single thing for the email. وهيدا الشيء بياخذ وقت وجهد وكذا. انا اليوم بدي اعلمكم كيف فيكم تسووا هيدا الشيء بسرعة كتير كبيرة وبكبسة زر واحدة، وكل شيء will be automated. والحلو بالموضوع انه هي free، فيها تكون free وفيها تكون حسب اذا انتو عندكم business، اذا انتو عندكم business suite مع مايكروسوفت. So اذا عندكم the free version of office بتمشي، واذا عندكم the business suite of office كمان بتمشي. شو حنستعمل بهيدي التوتوريال؟ حنستعمل mainly كلها من الويب، يعني ما نكون بحاجة حتى يكون عندكم desktop version of Excel ولا اي شيء، من الويب كلها بتنعمل. اذا بتحبوا تشتغلوا شوي صغير على Excel، بس اللي هنعوزه بالضبط هو Excel OneDrive وشي اسمه Power Automate. اللي ما بيعرف شو هو Power Automate يكتب لي بالكومنت اذا بحب يعرف اكتر عن Power Automate، لان Power Automate بتسهل حياتكم بطريقة كتير حلوة. هيعجبكم الفيديو ان شاء الله، والفيديو هيدا انا البلان تاعيتي انه بدي اعمله completely on the iPad، بس لأجيكم قديش العملية كتير سهلة، ولحتى drive you through. اللي عامله على الآيباد بينعمل كمان على الكمبيوتر، so you are covered. Before going to the video, before go على الآيباد، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب يا جماعة. لك يا جماعة بدنا السبسكرايب، سبسكرايب، كومنت، فعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد أول بأول، لايك، كل هيدول الأمور. كون ممنونكم. Let's go to the video. نجي على صفحة office.com، وهون بيطلع لكم option انه فيكم تسجلوا وفيكم كمان تعملوا switch to a different account. وبس تعملوا switch to a different account بيصير فيكم تعملوا create a new account. اهم شيء تفوتوا على office.com. انا بما انه انا signed in already فحاعمل sign in بالaccount تاعي اللي هو منه office 365، definitely هو free account لقلي. نكبس على ساين ان، بس نفوت على ساين ان immediately. منفوت اول شيء بتشوفه على اليمين كل الابليكيشنز اللي عندكم بتجي مع الاوتلوك.com، من ضمنها الاوتلوك، الاكسل، الباوربوينت، الون درايف. ديروا بالكم اهم نقطه هون الون درايف، لانه هو كتير كريتيكال لهالتوتوريال اللي نحن عم نعمله بعمليه البلك ايميل. بنفتح بلانك دوكيمنت. I will not take you all over how I'm building the table، ولكن بدي همني من الموضوع انكم تحفظوا انه في table هون بدأت تنعمل. هون the blank document، انا I will fill the blank document for you so that you can understand انا شو عم حاول اعمل وشو الفكرة اللي جاي من البلك ايميل. مش رح اخدكم بالدرايف ثرو، بس هون لتفهموا الفكرة لوين نحن بدنا نوصل. انا عم حاول اوصل لكاستمر نيم، يكون عندي الكاستمر، الايميل، الديو اماونت اللي عليه، قديش عنده فواتير، وطبعا الديو ديت. الديو ديت عم حطه هون لسبب كتير بسيط، انه انا بدي اياكم تنتبهوا انه لما يكون الفورماتنج از ديت، انتو اي شيء بدكم تاخدوه على البلك ايميل لازم يكون الفورماتنج تاعه تكست. فبليز خلينا ننتبه كتير منيح لقصة التكست بالفورماتنج، especially بالديتس. انا حأترك لكم هلا 2 dates formatted as regular dates و 2 dates I will format them as text، لحتى تشوفوا شو الفرق لما بنبعت bulk email كيف ببينوا وكيف شكلهم بيطلع. طبعا هيدي المرحلة هي يمكن المرحلة اللي هتاخد منكم وقت لتبنوا البلك ايميل، بس حتكون كتير اسهل من انكم تكتبوا كل ايميل بايميله. واهم نقطة انه هيدي لازم تكون formatted as table. لا تعملوه على الايباد، بتروح على insert تكبسوا table، بس تكبسوا table بتصير في عندكم table headers و immediately you can do all the changes. لاحظوا هون حاخد هول اثنين و I will format them as text. بالايباد بتروحوا على الهوم بعدين ABC 123 و you change them into text. لاحظوا لما غيرتهم لتكست كيف صاروا؟ صاروا طبعا numbers. So I need to rewrite them in terms of date format so that يقدر يقراهم، بس هني بالحقيقة text منهم dates.
ولحتى يبينوا اكتر لاحظوا انه ما اخذوا الالاينمنت اللي هي على اليمين، ضلوا الالاينمنت تاعيتهم على الشمال الشاشة. All I have to do now اني سيف هيدا الفايل بالوان درايف، ولما يكون وان درايف بيكون في عندكم شيء اسمه اوتو سيف. حاكبس كلمة سيف لانه بدي اغير اسم الفايل، وحسيفه بالوان درايف بيرسونال. بي كيرفول، لازم تحطوه بالوان درايف تاع الاكونت اللي عم تشتغلوا عليه اللي هو الفري، او اذا عندكم اوفيس 365 ساعتها بتحطوه بالوان درايف فور بزنس. حسمي الفايل ديو كاستمر اماونت وسيفه بقلب الوان درايف، مش هاختار له محل معين بس حسيفه بقلب الوان درايف. Now that I saved the file بالوان درايف، منجي نرجع على صفحة الoffice.com ومنفوت عليها ومنلاحظ ننزل لتحت تحت ما حنلاقي في شيء، بس في محل محطوط All Apps. منكبس على All Apps، منفوت منلاقي شيء اسمه Power Automate. نكبس على Power Automate. دايما اول مره حيكون في عندكم مالتيبل اوثنتيكيشن لتفوتوا على اي شيء، سو بي كيرفول هيدي النقطه كمان. بالباور اوتوميت، بالباور اوتوميت اللي بدنا نعمله انه بدنا نروح نكبس على كرييت نيو ورك فلو. في عندنا كثير هون بالورك فلو، في عندنا اوتوميتد فلو، انستنت فلو، سكيدجول فلو اذا انتم بدكم تعملوا شيء سكيدجولينج، وفي عندنا يو اي فلو، بزنس بروسيس فلو. اللي انا بدي احكي عنها هي الانستنت فلو. سو بيسكلي لما بدي اجي بكتب هون، فأنا عندي send bulk emails to customers. So هيدا الflow name اللي حاعمله، وبدي إياها تكون manually triggered. بس أنا أكبسها بدي إياها manually triggered، بيجي وبنزل لتحت وبكبس create. مجرد ما أكبس create صار هلأ فيني أعمل step state، أو إذا أنتوا familiar بالإكسل مع الif statement، يعني إذا كذا عمل كذا وإذا كذا عمل كذا، بكل بساطة This is the automate, the power automate. إذا بتحبوا أحكي لكم شوي أكتر عن more advanced power automate، please اكتبوا لنا بالكومنتس لحتى نكتب لكم more على advanced power automate. نكبس new step، وهون بدنا ننتبه إنه بدنا نختار الإكسل أونلاين OneDrive مش البزنس، لأنه إذا ما عندك بزنس أو Office 365 account ما حتقدر تفوت أو تستخدم هيدي التول. وديروا بالكم مثل ما قلت لكم هي كتير free. So لاحظوا the second option الموجود هون أو third option list rows present in a table. هيدا اللي بدي إياه. ليش؟ لأنه بدي جيب أنا من التابل اللي أنا عملتها، وعشان هيك إذا بتنتبهوا أو بتركزتوا معي أنا عملتها table. So basically بنختار البيكر اللي هون ومننزل لا نوصل للملف اللي نحن عملناه اللي اسمه due customer amounts. بس نفوت عليها بيفتح لنا هيدا. شو هي التابل؟ بدنا نختار التابل. التابل انا كنت مسميها do table. بكبس عليها وبروح على النكست ستيب. بالنكست ستيب بدنا ننتبه لشغلي، فينا نستعمل الجيميل وفينا نستخدم الاوتلوك، بس for the case of simplicity I will use جيميل. طبعا فيكن انتو تستخدموا الجيميل. بدي انزل لغاية ما الاقي send email version 2. بكبس عليها وهون طلع لنا كيف نعمل كومبوز للايميل. ولاحظوا هون انا حعمل كومبوز واحد بس، وهو لحاله اوتوماتيكلي ويل جنريت فور ايميلز اند سند ات تو ماي كلاينتس. سو بنجي لهون في عندنا كبسه الاد دايناميك كونتنت، اذا شفتوها بتكبسوا عليها. مجرد ما تكبسوا عليها صار فيكم تستخدموا الدايناميك كونتنت اللي موجوده بقلب التابل. وبالسبجكت هون حاحط customer name. الكاستمر نيم حيكون your you have a new due amount. وهون كمان بدي زيد dynamic content واحط الايميل. So basically I'm using the Gmail now to update this. ولاحظوا هون انا عم ضيف الكاستمر نيم دير كاستمر نيم، يعني اذا شلتها لهي كل اللي علي اعمله دير كاستمر نيم، برجع بضيفها. Please be informed that the due amount of حط كليك على due amount for number of invoices كذا كذا، وهيك بصير في عندي الباور اوتوميت that can run all these stuff together. بكبس save. طبعا
طبعا فيكم تضيفوا attachments كمان وفيكم تشتغلوا عليها بطريقة كتير كتير قوية. So now I go back. صار عندي هيدا بكبس run. مجرد ما اكبس run بيعمل check على الفايلات تاعيتي اذا الفايلات it's okay وبعمل continue run the flow. Now the flow is done. So let's check اذا اللي بدي اياه صار ولا لا. All I have to do now go to my Outlook and check my email. لاحظوا اجا اربع ايميلات ولاحظوا هون كيف الكاستمر نيم موجود. وليد you have a new due amount, رامي you have a new due amount, وسام ومازن. لاحظوا هلا كمان معي please be informed that the due amount of 400 for number of invoices 4 is due for collection since تاريخ 0707 since 1009. بينما اذا مني كنت عامل format للديت as date لاحظوا حيطلع هالرقم حيطلع هالرقم. ولاحظوا هون انتو الميتين ما مبين معي هي دولار هي كذا لانه كمان هون انا لازم حسن الاكسل شيت. So basically اذا بروح على الاكسل due customer amounts وهون كمان I format these as text. كله بده يكون text. مجرد ما اجي اعمل text وبحط هون USD for example وهون بحط USD. لاحظوا هلا شو بيصير. سيب الفايل برجع بيجي وبروح على الفلوز تاعيني وبقول له edit flow. ليش عم بعمل edit flow؟ لانه لاحظت انه بالفلو تاعيتي بقلب السند ايميل الرقم ما في سبيس بين due amount وال 4. So basically I'm gonna put a space here لحتى احسنها بس مش اكتر. And that's it. Save. Go back to the flow. Go back to the flow. واعمل run. اتشك كمان حيصير مرة تانية علي. ولاحظوا هون بيعطيكم اذا في عندكم كان failed amounts لانه كان انا قبل عندي two attempts that are failed. So run و successfully running. وهون فينا نشوف status done. وهون بالstatus بس تصير القصة done succeeded بيقلنا انه succeeded. So let's go back and check the mail. ومنجي منلاقي في عنا اربع ايميلات جديد ومنلاحظ هون please be informed عندك 100 هيدي ما غيرت الا اذا مذكرين انه تكست 400 وهون 300 USD for number of invoices 3 is due for collection كذا وهون كمان ال USD. So دايما لاحظتوا لما بتحطوا date as text وال amount as text بتصير كتير القصة هينة عليكم بكتابة ايميلاتكم. ان شاء الله كون فتكم بهيدي الباور فلو. اذا بتهمكم تعرفوا اكتر عن هالباور فلو بليز اكتبوا لي بالكومنتس بعتوا لي دايركت مسجز على الانستغرام او الفيسبوك. I respond very fast على هدول الاشياء. و see you in next video. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالفيديو وعجبتكم الطريقة اللي هي عن جد practical وبتساعد خاصة اللي عنده 30-40 customer. Imagine the time اللي بده ياخده ليبعت لك الكاستمر قديش بده قدي بده منه قدي كذا. بهالطريقة البسيطة الايميل هو personal عم بيروح لكل شخص باسمه وعم بيقول له هالشخص انه بليز ناولنا. Again, this is a very nice tool. Power Automate can make your life much much more easier. بشوفكم بالحلقة الجاي ويمكن فاجئكم بحلقة جاي لانه يمكن الحلقة كمان تكون اليوم وحاحكي فيها عن الشيء اللي كنت عم بحكي فيه هذا الاسبوع انه انا كتير هايبت عشانه اللي هو الدايناميك اريز. Probably. We will see. Have a nice day. Adios, amigos!